تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. صباح الخير أماني. صباح الخير. بداية يعني نتحدث عن العديد من المعطيات والبيانات التي تؤثر على مؤشر الدولار، لاحظنا خلال تعاملات هذا الأسبوع وبداية تعاملات هذا الأسبوع كيف تأثر مؤشر الدولار، ما هي التوقعات لتعاملات هذا الأسبوع بالمجمل؟ صباح الخير. طبعا الدولار الأمريكي يعني يشهد تراجعات ملحوظة يعني في الأسابيع الماضية، كانت بسبب بيانات اقتصادية يعني ضغطت على أداء الدولار الأمريكي واستعداد الأسواق لتخفيف الفيدرالي الأمريكي وزيرة التجديد النقدي في 2023. فعلى الرغم من أن بيانات سوق العمل التي صدرت يوم الجمعة الماضية تسببت في ارتفاعات ملحوظة يعني ولكن مؤقتة في مؤشر الدولار، الآن بيانات سوق العمل أو قطاع سوق العمل نجح في إضافة أكثر من 200 ألف وظيفة، ولكن بشكل عام الوضع الاقتصادي يعني نوعا ما متحسن بالنسبة لبيانات التضخم الأمريكية ونجاح الفيدرالي الأمريكي في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار نوعا ما، على الرغم من أن طبعا معدلات التضخم لا تزال مرتفعة طبقا للعديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي، ولكن نجاح الفيدرالي الأمريكي في السيطرة على معدلات التضخم 4 أشهر متتالية تتسبب في نوعا ما استعداد الأسواق لتخفيف وتيرة التجديد النقدي. نحن الآن خلال الأسبوع المقبل طبعا ننتظر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأهم والذي سيحدد مسار الفائدة في 2023، وبالطبع وقبلها سيكون بيانات التضخم. أي علامات على نجاح في السيطرة على معدلات التضخم في الأشهر القادمة سيكون سبب في نوعا ما نجاح الفيدرالي الأمريكي في السيطرة على التضخم وسيؤثر على وتيرة رفع الفائدة خلال عام 2023. لأن الأسواق مسعرة أن يتم رفع الفائدة بقى 50 نقطة أساس فقط في الاجتماع المقبل، وهو ما تسبب في تراجع الدولار الأمريكي واستقرار مؤشر الدولار عند مستويات 106. نعم أمان، يعني بالحديث عن مستويات الفائدة إن كانت في الولايات المتحدة أو في أوروبا، بالرغم من تخفيف وتيرة الرفع أو التوقعات بتخفيف وتيرة الرفع، تبقى مستويات الفائدة مرتفعة مقارنة مع الأعوام الماضية. إذا ما تحدثنا عن القرارات المتوقعة من المركز الأوروبي، هل فعلا العدوى انتقلت إلى المركز الأوروبي فيما يتعلق بتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة؟ طبعا رفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية أغلب البنوك المركزية تسببت في نوعا ما مخاوف من ركود اقتصادي، تباطؤ نمو اقتصادي ملحوظ في أغلب القطاعات على الصعيد العالمي، وبالتالي أي علامات على نجاح تلك الدول في السيطرة على ارتفاع الأسعار طبعا على رأسهم الفيدرالي الأمريكي. لو فعلا الفيدرالي بدأ يعني يعطي إشارات على أنه سيبدأ في تقليص وتيرة رفع الفائدة في 2023 ورفع الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية فقط في الاجتماع القادم، سيكون هذا مؤشر قوية على توجه أغلب البنوك المركزية الأخرى في تخفيف وتيرة التجديد النقدي، خاصة وأن رفع الفائدة كان له عواقب يعني وخيمة على الاقتصاد العالمي في 2022، وبالتالي أي علامات على نجاح الاقتصادات أو نجاح البنوك المركزية في السيطرة على التضخم ونجاح الفيدرالي الأمريكي أو استعداده لتقليص وتيرة التجديد النقدي سيكون هذا مؤشر قويا على تتبعات البنوك المركزية الأخرى في وتيرة رفع الفائدة ونوعا ما استقرار في أسواق العملات التي شهدت تحركات عنيفة في عام 2022. الآن اليورو بالنسبة للبنكين المركزي الأوروبي بعد 3 اجتماعات متتالية من رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماعين متتاليين تسبب في يعني الضغط على طبعا الاقتصاد الأوروبي، انكماش أغلب القطاعات، ولكن يعني نوعا ما بدأ اليورو يتعافى نوعا ما، الآن يستقر عند 1.05 مقابل الدولار في الوقت الذي يشهد فيه الدولار الأمريكي تراجع ملحوظ، وبالتالي يعني سيكون هذا مؤشر أو داعم للبنك المركزي الأوروبي أيضا على تقليص وتيرة رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى لو رأينا ارتفاعات للتضخم أو عدم نجاح البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم نوعا ما في الفترة الحالية بسبب طبعا التوترات الجيوسياسية، ولكن التوجه الفيدرالي الأمريكي لتغيير سياسته النقدية سيتسبب في نوعا ما عدم الضغط على البنوك المركزية وتخفيف أيضا وتيرة التجديد النازل خلال الفترة المقبلة. نعم، يعني أماني في ظل هذه المعطيات والبيانات التي تفضلت بها، هل فعلا وصل الدولار ومؤشر الدولار إلى أعلى قمة ودخل في حالة من التراجعات، وإلى أي مدى سيستفيد اليورو والجنيه الاسترليني وأيضا حتى الين الياباني في ظل حالة التراجعات؟ نتحدث عن نطاق زمني، هل سيكون هذا الشهر شهر كسب نوعا ما لباقي العملات مقابل الدولار؟
وأين منذ صدور بيانات التضخم الشهر الماضي والدولار الأمريكي في تراجع ملحوظ بعدما كان يقترب من مستويات 115، عاد الآن المؤشر ليستقر عند 106. تلك التراجعات قوية جدا خلال شهر واحد بالنسبة لمؤشر الدولار، حيث كان المستثمرين يترقبوا أي علامات على نجاح الفدرالي الأمريكي في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار، وبالتالي بدأ التسعير أن يبدأ الفدرالي في تخفيف وتيرة التجديد النقدي. تغيير السياسة النقدية من قبل الفدرالي واستعداد المستثمرين لهذا الأمر يتسبب في طبعا تراجعات قوية على الدولار الأمريكي. أغلب العملات خلال الشهر الماضي استفادت بشكل قوي جدا مقابل مع تراجعات الدولار، حتى وجدنا اليورو يعود يعني أعلى بعيد من مستويات التعادل، والآن يستقر عند أعلى مستوياته منذ يونيو الماضي. كذلك الأمر بالنسبة للجنيه الاسترليني، رأينا أنه يستقر عند 1.23. وأيضا تغيير الفدرالي الأمريكي، لو فعلا الفدرالي خلال الأسبوع القادم أكد على تغيير مسار الفائدة في 2023، فستشهد أغلب العملات ارتفاعات ملحوظة، ستبدأ هناك تغيير واضح في اتجاهات تلك العملات خلال عام 2023. نعم، تحديدا أمان يعني وسريعا حول الين الياباني، هل فعلا سيستفيد بشكل كبير من التراجع الحاصل في مؤشر الدولار وأيضا الملاذات الآمنة من العملات كالفرنك السويسري؟ طبعا الين الياباني بعدما كان يستقر عند اعلى مستوياته منذ عام 1998، او ادنى مستوياته مقابل الدولار عند 153 ين لكل دولار، الان يعني يشهد ارتفاعات قويه يستقر عند 135، وبالتالي طبعا تخفيف وتيره التجديد النقدي من قبل الفدرالي سيدعم الين الياباني بشكل ملحوظ، خاصه وان البنك الياباني لا يزال مستمر في السياسه النقديه التوسعيه وسياسه الفائده السلبيه التي كانت تضغط على العمله بشكل كبير جدا، وبالتالي تغيير الفدرالي الامريكي تلك السياسات في الفتره المقبله قد يتسبب في دعم الين الياباني، ويعني قد نراه دون مستويات 130 لو فعلا الفدرالي اثبت يعني تلك التوقعات او اثبت توقعات الاسواق خلال الاجتماع المقبل. نعم اماني رشيد، كنت معنا من القاهره المحلله لاسواق الماليه في إكويتي جروب، شكرا جزيلا.